المشاركات العديده. النادي الاهلي في ظل هذه الظروف بيلم نقاط، بنضيع كتير، بنروح كتير، جيم جيد على ما اعتقد النهارده يا كابتن. الحمد لله طبعا على المكسب، وان كان في بعض الملاحظات طبعا لازم نقف عليها. انت جيم ممكن يخلص 5-0 مثلا وممكن ينتهي 1-1 في اخر ثانيه، وده مش صح يعني في الكوره. يعني اعتقد ان هو جيم بنقدر طبعا فرقه الانتاج وبنحترمها كجهاز ومؤسسه ولاعبين، لكن اعتقد ان انت ممكن تخرج النهارده بعدد كبير من الاهداف، فيها حتى بعض الاهداف او بعض الفرص كان فيها نوع من الثقه الزايده قوي، وده مع النتيجه ومع المرحله اللي انت فيها ما ينفعش انها تكون موجوده يعني. لكن طبعا فوز مستحق بالتاكيد في فتره زمنيه مهمه جدا جدا جدا. لازم يبقى في ضغوط على المنافسين، لازم يبقى في دبدبه بشكل كبير جدا من وراهم يعني، وان شاء الله الرحمن ننول هدفنا باذن الله. الشناوي كان متواجد في البدايه في المباراه، اشتكى من اجهاد بسيط، عايزين نطمن عليه خلال الضمه. اجهاد ولا شده كابتن؟ حس باجهاد في العضله الضمه او حس بشعور في العضله الضمه، لكن الراجل فضل على طول ان هو يريحه. انت عارف عندنا يوم الاربعاء الجاي مباراه مع الداخليه، ف قد يلحق اللقاء وقد لا يلحق اللقاء، لكن في النهايه يعني هو الراجل فضل على طول انه يغيره يعني. يمكن كابتن اسلام شاطر كان بيسال تغييرين، ويمكن التغيير اتاخرت شويه يعني، بيسال بيوجه لك السؤال طبعا يا كابتن. لا بقى السؤال ده في المؤتمر الصحفي عند مع مارتن يعني. كمان يمكن زي ما انت قلت يا كابتن، يوم 20 ويوم 24 ولسه كمان موضوع بيراميدز ده لم يحسم حتى هذه اللحظه، لكن المباراتين القادمتين بتشوفهم ازاي وبتتكلموا مع اللعيبه ازاي؟ لان اللعيبه مجهده، اللعيبه يمكن ما فيش لعيبه، وزي ما بناكد انا عايز اقول لك بس حاجه يعني، خلينا نتعامل مع الموقع او الواقع بقى خلاص يعني. يعني انا مش عايز اقول لا مجهد ولا مش مجهد، ولا بلعب ماتشات ولا ما بلعبش ماتشات، خلاص انت بتلعب على واقع وحقيقه. فهنلعب ان شاء الله، حتى هتلعب بعد يومين وما بنشتكيش يعني، غيرنا بيشتكي لما بيلعب فتره زمنيه يعني بتبقى 4 أيام او 5 أيام. فلكن احنا خلاص بنتعامل مع الواقع وبنتعامل مع الحياه اللي احنا عايشينها، وعندنا هدف كبير جدا، اكبر بكتير جدا من التعب، واكبر كتير جدا من تلحم اللقاءات، واكبر كتير جدا من الفتره الزمنيه، هو بطوله الدوري. ان شاء الله الرحمن نعملها بشكل كويس وناخدها بشكل كويس ان شاء الله. الحاله القادمه الكابتن سيد ممكن يتكلم ايه مع اللعيبه؟ الكلام والاحاديث على ايه خلال الفتره اللي جايه، سواء في البطوله الافريقيه او في بطوله الدوري يا عم كابتن؟ مش عايز كلام خارج خالص غير على الدوري والبطوله الدوري والبطوله الافريقيه، مش عايزين نتكلم في اي حاجه خالص اطلاقا يعني، في اي حاجه خارجيه، بل بالعكس احنا بنحترم كل الناس وبنقدرها وبنتعامل بشكل محترم، تاريخنا بيقول كده، واحنا مش احنا اللي بنتكلم في اي حاجه اطلاقا، بقى بالعكس الناس هي اللي بتوجه لنا الكلام، والناس هي اللي وفي الاخر يعني بتقول ان احنا اللي بنقول كده يعني. لا طبعا احنا لا بنتجر ورا حاجه ولا بنستهدف حاجه معينه غير فرقتنا، بنعمل ضغوط على الفرق الثانيه، وهنوصل اللي احنا عايزينه ان شاء الله الرحمن من خلال المنافسه ومن خلال الملعب ومن خلال 90 دقيقه في كل لقاء يعني. لكن احنا مش احنا الدور اللي بيعمل يعني، بالعكس احنا اللي دايما بيبقى في غلط منسوب الينا. لكن انا برضو ارجع اقول يعني، انا بحترم نادي الزمالك جدا، بحترم جماهيره جدا، بحترم لاعبيه جدا يعني. ما قبل 2005 كانت الناس بتاكل عندنا وبتشرب عندنا، واحنا كمان بنروح ناكل عندهم وبنشرب عندهم ما قبل 2005 يعني. فانا التاريخ ده قصده تماما يعني. فلا احنا بنحترم الناس جدا جدا، الملعب هو الفيصل في كل شيء، ومش هنتجر لاي كلام بيتقال خارجي في فيديوهات يعني. بينسب لنا الراجل بينسب لنا ان احنا اللي بنعمل حاجه، لا انا بقول له بالفم المليان، لعيبتك وجماهيرك بحترمها جدا وعلى راسي من فوق، لعيبه نادي الزمالك وجمهور نادي الزمالك على راسي من فوق، لكن مش ممكن ابدا يبقى في احتقان ما بين الجماهير غير في مناوشات صغيره او يعني كلام ممكن يبقى مقبول رياضيا، لكن الاحترام موجود، التقدير موجود. بطوله الدوري يعني احنا بنشتغل عليها وبنتعامل معاها بشكل جيد جدا من خلال اللقاءات، لا اشتكينا من ضغط مباريات ولا اشتكينا من تلاحم مباريات ولا اشتكينا من اشتراك في عدد كبير من المسابقات. بنمثل مصر وعارفين كويس قوي اسم مصر بالنسبه لنا واسم البلد بالنسبه لنا، وبنقدره كويس قوي، عمرنا ما عملنا مشكله لا قدر الله تمس البلد او تمس سمعه البلد او اسم البلد، بالعكس كنا احنا دايما رافعين اسم البلد بشكل كبير جدا، متواجدين في المحافل الدوليه بمنتهى الرقي والاخلاق والعظمه اللي تستاهلها مصر يعني. فاحنا مقدرين جدا اسم البلد ومكانتها بشكل كبير جدا يعني. لكن في النهايه بطوله الدوري هنضغط على الناس اللي قدامنا، هنضغط على الناس اللي فوقينا في الترتيب في الوقت الحالي يعني، ان شاء الله الرحمن نأديها بشكل كويس. فيما يخص اللقاء النهارده زي ما قلت لك يعني، مباراه سهله جدا انها تخلص بعدد كبير من الاهداف يريحك، في بعض الفرص كانت التعامل فيها ما كانش بشكل جيد يعني، لكن هي مباراه وانتهت، وهنبص المباراه الداخليه ان شاء الله. شكرا، كل الشكر والتقدير طبعا للكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره.